كل الشكر وكل التقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد وأسرة كل مصاب. والحقيقة أنا كنت عايزكم تبقوا دايما أقول إيه، أسمعكم الكلام اللي بيقولوه الأسر، الأهالي، الأب والأم والزوجة اللي قدموا أبنائهم أو أزواجهم. يعني كلام عجيب والله، كلام عجيب والله، ان هما بيتكلموا كده ويقولوا الكلام اللي انا ما كانش ممكن ابدا كلمتي غير ما اقول طالما في مصر شعب واسر، وزي ما انتوا شايفين كلهم اسرنا، يعني ناس كلها بصاد زينا، لكن واللي راح سند وظهر وضنى ابدا، كل كلمه تتقال كلمه طيبه كلمه رائعه، مستعدين ونقدم اكتر. والاب يقول لي وانا كمان، فمن فضلكم نحييهم. الأغنية اللي فاتت كانت بتتكلم على إن الشهداء اللي يعني قدموا أرواحهم ودمائهم، والمصابين اللي قدموا جزء من أجسامهم عشان تفضل مصر هي مصر. وأنا الكلام ده يمكن تحدثت فيه قبل كده وقلت إن العهد مننا إن إحنا زي ما هما حرصا ان هي ما تضيعش، احنا كمان نحرص على ان هي تفضل موجوده. مش موجوده بس كده، لا، موجوده بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد. صحيح. وانا عايز اقول لكم ان لما بدات معركتنا مع الارهاب في 2013 14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد اولادنا ولا ايه؟ وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا الشر، أبدا لا يمكن أبدا ينتصر على أهل الخير.